Bonjour à tous, nous sommes à Marrakech pour cette avant-dernière journée du Festival du film. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des commerçants. Comment ce festival, loin des strass, des paillettes et des caméras, arrive à booster leur commerce? Nous vous laissons découvrir leurs réponses qui sont assez partagées. على قد توك 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 دابا اللي داير في جامع لبنان عندنا الرياضات فهمتيتي ما تيدخلش لهم الطاكسيات وعندنا بعد شي قنوت اللي ما تيدخلهمش الزحام ما تيدخلهمش الطاكسي بحال هكا ولكن الكليون ديالنا اللي قال هذاك تنعيشوا معاهم بخير الحمد لله تيجي الكليان تنتيوه تنعيشوا معاه بخير تيدوروا معنا الناس مزيان تيطلعوا فينا تنهزوا حتى العربطه هما شي مسكينه حتى هي مبوربيه عيانه تنهزوها حتى هي ايوا هادشي اللي عطى الله تعالى هما الفستيفال تبارك الله العام اللي جا راه تيكون بخير الدنيا كلها هي تكون زاهيه هنا بخير نجي عباد الله اللي قال هذاك ديما الحمد لله والشكر لله ما كاع الناس بخير وكاع الناس تكون فرحانه وكاع الناس تكون مصوره بصيري مسألة دابا راس العام اجي مع راس العام تتكون زوينه فهمتي تتكون تقريبا راس العام تتكون شويه قضيه مفوجه ماشي بحال هذا هو اللي بغيت نقول لك هاد الوقيته هادي حاليا تتكون الحمد لله بخير ما نقولكش ما كاينش شي حاجه زعما بخير الحمد لله ذلك فضل الله بخير اوا الصراحه في هذا الفيستيفال هذا هذا تكون في الصباح شويه بعدا بخير محركه عندنا شويه في العشيه راه والو اخويا كلشي تيتكبلها تيبقى بنادم هنا شي تيشوف شي هذا ما كان وفي الصباح شويه بعدا ماشي حيد في السيفر راه بنادم بعدا راه تيخدم واحد شويه تيموج واخويا راه بالليل لا اله الا الله في الايامات العاديه فاش ما تكون في السيفر راه تكون محركه في العشيه وفي الصباح بحال بحال وما فاش يكون في السيفر لا والو السلام عليكم امين العسري تاجر في منتجات سياحيه بالنسبه لهذا الفيستيفال هذا هذه بادره طيبه صراحه هو تنطرو شويه حيت الفيستيفال تيجي في الوقت وقت ماشي وقت ما كايناش عطل في اوروبا ولا في امريكا هادشي باش حنا كتبان لنا السياحه نقصات شي شويه ولكن ما كنظنش ان الفيستيفال هو السبب لحقاش كي قلت لك ماشي وقت عطل هادو ماشي كي تنقولوا لوت سيزون وهادشي اللي كاين نورمالمون الاستيفال فاش يكون تيكون في الحقيقه في البيع الشراء عندنا طايح بزاف ما كاينش البيع الشراء بزاف ما كاين والو المهم هو في الحقيقه راه زوين راه مزيان والناس ناشطه والناس فرحانين وبالنسبه للبيع الشراء حنايا ما كاينش البيع الشراء مزيان وهذا الشيء اللي كاين لا حنت دابا ملي تيكون الاستيفال تيكونوا الناس مشطونين مع الشطيح والرجاح والممثلين وهذا وبالنسبه لينا حنايا ما كاينش البيع الشراء في الحقيقه ما كاينش ايوا هذه هي الصراحه